بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناتكم أصبويا بلادي تقدم بورتري عن جمعية شباب أصبويا للفروسية. يعشقه كل صبياوي وصبياوية فن التبوريدة منذ القدم، ويحب كل طقوسها واحتفالاتها المؤسسة على أصول وقواعد عريقة جدا ومميزة بين القبائل في كل أنحاء المملكة المغربية. كما نجد الفروسية الصبياوية حاضرة في عدة مناسبات من أعراس ومواسم عريقة، وكذلك في العقيقة وفي الختان. يقود كل مجموعة قائد يعرف بالمقدم أو النداه، ويرددون عبارات تذكر بأيام الجهاد ومحاربة المستعمر. ومن أجل المحافظة على هذا الموروث والتخوف من انقراض هذا الفن العريق، أخذت البادرة جمعية شباب أصبويا للفروسية من أجل الحفاظ على هذه الرمزية التي يفتخر بها كل الصبياويين. كما شاركت جمعية شباب أصبويا للفروسية في عدة مهرجات محلية ووطنية، وفي عدة احتفالات بعدة مناطق، والتي سنقدمها لكم على التوالي خلال هذا الشريط. كما ستجدون مشاركة مجموعة من الفرسان الكبار ممن ودعناهم رحمهم الله، ومن الشباب الذي لا زال يرفع راية التحدي والاستمرارية في حفظ هذا الموروث العريق. تحيات ياغو أدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا
العودة إلى التغني بأمجاد عيد العرش العلوي المجيد ومع الشاعر محمد مصحاب الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خير ما يتغنى به الشاعر والأديب هو الشاعر والأديب. كونوا خلنا به الشعب برقيا. بصحتك يا رشيد، بصحتك يا بوس. الشهادة الحج عصار يتسلمها السيد أنفلوس رشيد، ويقدمها السيد ممثل القيادة الإقليمية للقوات المساعدة.